فما اعرفش الدكتور مات ما بيتكلمش، ووزير التموين ما يتكلمش، وكده وزير الكهرباء ما يتكلمش، خير في ايه؟ ما تتكلموا تقولوا حاجه، ما تقولوا الحكايه ايه للناس، ما تقولوا ليه الكهرباء ما بتتعملش، ما تقولوا ليه. لو انا خدت ثمن الكهرباء الحقيقيه هضاعف ثمنها مرتين. طب الغلبان هيروح مني فين؟ اقطع الكهرباء ولا اغليها؟ اغليها قد ايه؟ اللي بيدفع جنيه هيدفع اتنين وتلاته، اللي بيدفع جنيه هيدفع جنيه اتنين وتلاته. انا بتكلم لو انا النهارده مواطن بدفع 100 جنيه في الشهر، لو انا عايز ابيع له الكهرباء بسعرها اللي بيكلفوني دلوقتي اخد منه 300 جنيه. طب احنا بنعمل كده؟ لا. طب بنعمل ايه؟ برضو بشرحها من باب ايه؟ انا بتحمل المسؤوليه امام الله قدامكم عشان الكهرباء دي تستخدم على مدار 24 ساعه، مفيش قطع كهرباء خالص، لازم اخلي ثمن الكهرباء لوزير الكهرباء قد ثمنها ده مرتين ثلاثه. بقول تاني، ليه ما بزودش كده؟ تقول المديونيه وزاره الكهرباء لوزاره البترول قد كده، طب يعني بتدفعش ليه؟ اصل انا اللي باخده اقل من الثمن، وبالتالي انا مديون لوزاره البترول. طب وزاره البترول انت عندك مشكله في ايه؟ يقول لك ما انا بديله الحاجه باقل من ثمنها، فانا عندي مشكله في ان انا اجيب البترول والطاقه اديها له بالثمن دوت. وبقيت الشركات اللي شغاله معانا بقت يعني ليها فلوس عندنا، وانا بقيت مدين. طب ده مدين وده مدين. الكلام ده مش وليد النهارده، ده وليد ممارسات احنا ماشيين بيها بقالنا سنين. وكنا عملنا خطه في 2016 عشان نخلي ثمن الحاجه قد ثمن تكلفتها، لكن لازم تحطه في الاعتبار التحديات اللي بتقابلنا اللي في الازمه بتاعت كورونا والازمه العالميه اللي موجوده والحروب اللي حوالين مننا وتاثيراتها علينا. الامور مش ماشيه كده يعني، واحنا مواردنا مش كتير تسمح ان احنا نقابل التحديات ديت من غير جهد، لا، ومن غير تحمل، لا. انا بعيب على ايه؟ على المعنيين حتى في التقارير الصحفيه والكلام ده والمقالات اللي بتتكتب والناس اللي التناول اللي بيجوه، ما حدش بيتناول المساله بشكل موضوعي خالص يا جماعه. ايه ده؟ يا انتوا مش عارفين يا احنا مخبين عليكم. وانا بكلمكم بمنتهى الصراحه، الدول ما بتدارش كده، الدول بتدار بالجديه والمسؤوليه والفهم، ولو الناس فهمت هتيجي معاك. الناس لو فهمت انت بتعمل كده ليه هيجي معاك. ما انا بقول لك البديل اهو، ممكن الكهرباء تشتغل 24 ساعه طبعا، محطات موجوده ونستطيع. لكن النهارده الدكتور شاكر عشان ياخد الوقود اللازم ليها لازم يدفع فاتورته. ده حتى ايه بعد دعم وزاره الماليه ليه؟ ولا انا مش واخد بالي يا دكتور مايت كمان؟ طب هيجيب منين؟ فيضطر ان هو حجم الوقود اللي بيجيله على قد يعني مع الدعم اللي بيجيله تمشي كده. طب ممكن نشغل 24 ساعه؟ ايوه، و 48 ساعه كمان، بس بكام؟ وانا بقول لو ما حطيتوش ايديكم في ايدين بعض كلكم يا مصريين وتفهمتوا حجم التحديات اللي موجوده في البلد ديت وجريتوا عليها، هتقول الله يا عم انت النهارده في مشاريع جميله بافتتاحها بتنكد علينا ليه؟ طب والله العظيم ثلاثه على عيني يعني، والله صحيح، بس ازاي؟ وبرضه بقى الناس تفتكر انا بقول كده زياده ولا مزيادات، لا والله ده انا بددش معاكم عشان دي بلدنا كلنا مش بتاعت حد لوحده.